حديث طارق بن شهاب وقالوا للآخر قرب، قال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل، فضربوا عنقه فدخل الجنة. رواه أحمد. ضربوا عنقه، وذلك لأنه لم يقرب من دون الله عز وجل ولو شيئا يسيرا كالذباب. ومن ثم فإن هذا الحديث أخذ منه بعض العلماء أن الإكراه لا يكون بالفعل، وإنما الإكراه الجائز هو ما كان بالقول. فإذا أكرهت على قول كفري فقل هو قلبك مطمئن بالإيمان، وأما إذا أكرهت على فعل كفري فلا تفعل ولو كان ذلك في سبيل ضرب عنق، لدلالة هذا الحديث. والصحيح أن الإكراه شامل للقول وللفعل، أما القلب فلا إكراه فيه، لأنه لا يستطيع أحد أن يكرهك على شيء تضمره. ومما يدل على أن الإكراه في القلب ليس معذورا فيه الإنسان قوله عز وجل ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. ومن ثم قال الشيخ رحمه الله في كتابه كشف الشبهات، قال فمن فعل الكفر من غير إكراه وإنما فعله لرضا أو لشح بملكه أو ماله فإنه غير معذور. ولذا هرقل أظهر الإيمان، ولما أظهر الإيمان عند البطارقة كادوا أن يقتلوه فشح بملكه، وقصته مشهورة في صحيح البخاري. وذلك لما التقى بأبي سفيان في حال كفر أبي سفيان فأظهر محبته لدين النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لما ثارت عليه البطارقة قال إنما أردت أن أختبركم في دينكم. ولذا هو الذي قاتل المسلمين في غزوة مؤتة كما قال ابن حجر رحمه الله في الفتح. قد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكر ذلك ابن حجر قال لما أرسل رسالة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يدعي الإسلام قال كذب شح بملكه. فشاهد من هذا أن الإكراه بالقلب لا يعذر فيه الإنسان، وأما الإكراه بالقول فلا أعلم فيه خلاف، وأما الفعل فهو موضع خلاف بين العلماء. فبعضهم يقول إنه لا إكراه في الفعل بحديث طارق بن شهاب، والقول الثاني أنه يكون في الفعل وهذا هو الراجح، وذلك لأن الله عز وجل قال من كفر بالله، وهنا حذف المعمول، وحذف المعمول يدل على العموم، فلم يقل من كفر مكرها بالقول أو قال مكرها بالفعل وإنما عمد، فحذف المعمول يدل على العموم. حتى إن القلب خصص بما بعده من آيات، قال تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. فهذه الآية بعمومها تشمل القول والفعل في الإكراه. ولذا بوب البخاري رحمه الله فقال كتاب الإكراه، وذكر في جملة أبواب كتاب الإكراه حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. واللفتة من ذكره رحمه الله لهذا الحديث تحت هذا الكتاب أو ضمن أبواب الإكراه هي يبين أن الإكراه حاصل بالقول والفعل، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات، فمن كان عمله عملا كفريا ونيته ليس الكفر وإنما هو دفع الإكراه فيدخل ضمن هذا الحديث. بل ذكر رحمه الله حديث النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، فجملة ولا يسلمه تدل على أن المسلم له أن يفعل أو أن يقول الكفر لدفع قتل لأخيه المسلم في قوله ولا يسلمه. هذا ما ذكره ابن حجر رحمه الله عند هذه الجملة ولا يسلمه. المسألة تحتاج في قضية دفع الإكراه عن الغير بفعل الكفر أو قول الكفر تحتاج إلى مزيد بحث.